السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه. كما كتشوفوا معايا فيديو جديد وجديد ملابس المحجبات وغير المحجبات لفصل الشتاء. كما كتشوفوا معايا لا توندونس دائما والحصريه على القناه كيف ما عودتكم ديما الجديد واخر ما كاين في موضه شتاء ملابس المحجبات لسنه 2023. عزيزاتي المشاهدات، ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وغنبداو بهاد التنسيقه اللي فيها اللون الاحمر وكذلك البيج كما كتشوفوا، وكذلك التنسيقه اللي فيها الموطو كيجي بالفوغير هنايا الرمادي داخل اللف في الفستان وكذلك في الموطو او المعطف، وكذلك التنسيقه اللي كيجيو فيها هاد لي كاب طويل بحال هكا كيجي راقي في اللبسه وكذلك مستور وكيجي عملي في اللون الازرق وكذلك في هاد اللون. وبالنسبه لها التنسيقه هذه اللي كيجي فيها التريكو اللي كتشوفوا كيجي واسع بحال هكا من الكمام وكيجي مفتوح، وكذلك دارت معاه هذا المونطو اللي كيجي راقي حتى هو في اللبسه. مجموعه من التنسيقات بالنسبه للمحجبات وغير المحجبات، افكار كذلك باش تنسقوا تريكو وتنسقوا لي بونطالون كذلك لي بول ومعاطف الشتويه والفساتين. فكما كنعرفوا بعض المرات ما كنعرفوش كيفاش نقدروا نسقوا الملابس هدو بعض الافكار، افكار يوميه كذلك بحال المونطو هذا اللي كيجي بالفوغيغ في الكمام وكذلك في الكول. هذه شوميز كما كتشوفوا كتجي طويله وبالكارويات، وهذا كذلك هاد جاكيت اللي دارت معاه هنا لسانتور واخترت معها تنوره في الاسود. وهذه تنسيقه بالنسبه للمونطو مع هاد البنطلون اللي جراقي في اللبسه كذلك، وهادو تنسيقات يوميه. الالوان درجات هنايا كيف ما كتشوفوا دخلت الالوان درجات بالنسبه للرمادي بالنسبه للبني. وهاد الفستان اللي كيجي طويل بحال هكا ومفتوح من الامام كما كتشوفوا كيجي راقي في البيسو وفيه الكرويات في الكمام، وكذلك كيجي في الجنب ديال الفستان كيجي حتى هو بالكرويات، ولكن من الظهر كيجي كامل بنفس اللون. وهنا تنسيقه باللون الابيض وكذلك الرمادي في الحذاء الشتوي وفي الحقيبه، وكذلك هنايا تميلونجا ما بين الفستان اللي بالرمادي وكذلك الشال، وبالنسبه للحقيبه اللي تحت هي بالاحمر. هذه التنسيقه بالنسبه ليكاب، وكذلك بالنسبه للبيول اللي كيجي بالاورانج هنا تميلونجا ما بين الاورانج وما بين الاحمر. هنا شوميز كيجي بالرمادي كما كتشوفوا لابسه مع بونطالون في الاسود وكذلك بيل في الاسود او لكورمونتي في الاسود. هاد التنسيقه هذه اللي كتجمع ما بين شوميز كتجي طويله وكذلك فيها الكرويات هنا تميلونجا ما بين الاسود وكذلك الرمادي. وهذه نفس التنسيقه غير الالوان مبدله كما كتشوفوا معايا الجماليه ديال هذا الفستان، هذا راقي جدا وعجبني وبغيت نبارطاجيه معاكم حيت صراحه كيستاهل لا بالنسبه للفصاله ديالو ولا بالنسبه حتى للتصميم ديالو. كنتمنى يكونوا عجبوكم هاد المجموعه اللي اختاريت لكم اليوم ديال تنسيقات ملابس الشتاء، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشكرا على المشاهده.